الخلوة منهج نبوي نسيناه اليوم، غفلنا عنه في ظل الركض واللهثان في الحياة وراء الماديات. كان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد. هنا نقول خلو ليالي، نقول ولو ساعة، ولو ساعة في الأسبوع، ولو ساعة عصر الجمعة أخلو فيها بربي. في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لاحظ الجمال، هذه علامة من علامات محبة الله إن كنت صادق في محبتك. هل أنت تخلو وتأنس في هذه الخلوة، ولا تضيق وتقول والله وقت عندي فراغ كبير ما أدري وين أقضيه؟ وإذا لم تخالط الناس تجلس في الاستراحات والذهاب والإياب ما كأنك عشت الحياة. جرب يا أخي، ذوق جلسة ساعة مع الله عز وجل، أخلو بنفسك لحظة 15 دقائق في ليلة، أغلق عليك حجرتك في ظلمة ليل، تذكر محبة الله، تذكر ستر الله عليك، تذكر نعم الله عليك كيف تترى، تذكر معاصيك كيف تجرأت فيها على الله، لعل القلب أن يرق ثم تدمع العين فيراك الله تعالى في تلك الظلمة. على هذه الحالة أكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل.